اهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. اولى مواضيعنا واحداثنا في هذه الفقره هو الحدث الدائم والبارز في هذا الاسبوع والايام واللحظات والدقائق، حدث طوفان الاقصى الذي حصل في الأيام اللي مضت، وكل هذه الأمور وأكيد التغطيات والفيديوهات والصور والأخبار، جميع الأخبار تنقل بشكل يعني فوري لكل مشاهدينا الكرام عبر كل يعني الساعات وكل منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في البرامج ونشرات الأخبار. وأكيد لدينا تغطيات عديدة وشاملة من قلب الحدث أول بأول حول موضوع طوفان الأقصى، وذلك لنصرة الأخوة في فلسطين العربية اللي يجب أن تتحرر من دنس أجلكم الله الكيان الصهيوني القذر اللي محتل هذه الأراضي ويعذب بالناس ويقتل ويتم، وليس فقط في فلسطين، حتى في أغلب البلدان في المنطقة. نعم هنالك بلدان وهنالك شعوب استنكرت وأدانت ما حدث للأخوة في فلسطين، وكذلك الحال كانوا مناصرين لطوفان الأقصى. أما بعض الدول العربية التي التزمت الصمت، وكان صمت مريب خانع، أعتقد الخوف والجبن اللي بداخل زعماء هذه الدول وحتى شعوب هذه الدول هو اللي أدى إن هم يسكتون ولا ينصرون القضية ولا يسوون شيء. بس هاي للتاريخ، باكر عقبه راح تنذكر. خليني أطلع بأولى مواضيعنا في هذه الفقرة، هو البيان اللي نزل يوم أمس بكل الصفحات الرسمية وغير الرسمية وأيضا في كل القنوات الإخبارية، هو بيان من المكتب الخاص لسماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني. هذا الخيمة الكبيرة لشيعة أمير المؤمنين ولكل العراقيين والبلدان التي تعتنق الإسلام. هذا الرجل هو دائما ما يكون الملاذ الآمن، هو دائما ما يكون المرجع في كل شاردة وواردة، كل الشيعة كل المسلمين دائما ما يكون مرجعهم هو الإمام المرجع السيد علي السيستاني. في بيان رسمي يعني انتشر بكل الصفحات، نص البيان: يتعرض قطاع غزة في هذه الأيام لقصف متواصل وهجمات مكثفة قل نظيرها، وقد أسفر حتى هذا الوقت عن سقوط أكثر من 6000 من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح، وتسبب في تهجير أعداد كبيرة منهم عن منازلهم وتدمير مناطق سكنية واسعة. ويستهدف القصف مختلف المناطق حتى لم يعد هناك مكان آمن يأوي إليه الناس. وفي الوقت نفسه يفرض الجيش الاحتلال حصارا خانقا على القطاع، شمل في الآونة الأخيرة حتى الدماء والغذاء والدواء وغيرها من ضروريات الحياة، ملحقا بذلك أكبر الأذى بالأهالي الذين لا حول لهم ولا قوة، وكأنه يريد بذلك الانتقام منهم وتعويض خسارته المدوية وفشله الكبير في المواجهات الأخيرة. ويجري هذا بمرأة ومسمع
العالم كله، ولا رادع ولا مانع، بل هناك من يساند هذه الأعمال الإجرامية ويبررها بذريعة الدفاع عن النفس. إن العالم كله مدعو للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاته لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم. إن إنهاء مأساة هذا الشعب الكريم المستمرة منذ 7 عقود بنيله لحقوقه المشروعة وإزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة، ومن دون ذلك فستستمر مقاومة المعتدين وتبقى دوامة العنف تحصد مزيدا من الأرواح البريئة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكتب السيد علي السيستاني يصدر بيانا حول الأحداث في غزة. هذا هو نص البيان اللي صدر يوم أمس من المكتب الخاص لسماحة السيد علي السيستاني. أكيد هذا البيان هو نصرة للأخوة في فلسطين، وأيضا فيه إدانة واستنكار لما يحصل لهم من قبل الكيان الصهيوني الخانع المغتصب للأراضي، اللي يجيب الأراضي ويستوطن براحته وبكيفه ويسوي ما يسوي بالأخوة في فلسطين. طبعا الحالات اليوم اللي صارت والأيام اللي مضت وصلت مرحلة الأخوة في المقاومة في فلسطين يضربون المعسكرات، الجيش، يأسرون الجيش، هذا هو عملهم. أما ذول الجبناء فيرحون على العوائل، على البيوت السكنية، على المجمعات السكنية، يطلقون القنابل والصواريخ. يعني حتى في الحرب هم مو شرفاء، حتى بالحرب عندهم خسة ونذالة. المقاومة الفلسطينية تضرب المعسكرات والثكنات العسكرية والسيارات والمدرعات وتؤسر الجنود الجيش. أما الجيش، جيش الكيان الصهيوني، يروح يقتل العوائل والأطفال والكبار. ما هو هذا، هو هذا الغدر شيمتهم، هو الغدر شيمتهم. يعني لا جديد في هذا الموضوع. على العموم خلينا نشوف التعليقات حول البيان اللي قرأناه. أبو عباس يقول: من عمري على عمرك سيدنا وحبيبنا. أما حسن السالم يقول: حفظ الله سماحة الإمام السيد المرجع الدين الأعلى علي الحسين السيستاني، أدام الله ظله علينا وعلى العراقيين. أسأل الله أن يطيل في عمره ويرزقنا رؤية وجهه المبارك. أي والله، عاش سيدك على هذا الدعاء. أما أسد يقول: الله يحفظك ويرعاك ويخليك خيمة على العراق وأهله. عماد يقول: ربي يحفظه ويطول بعمره، صوت الحق وخيمتنا. أما رعد يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، الله يحفظك سيدنا. طبعا هذا كان آخر تعليق بخصوص الموضوع الأول اللي هو موضوع طوفان الأقصى، اللي تحدثنا بشكل كبير جدا عن هذا الموضوع. وبالمناسبة يعني حتى وإحنا نسولف، حتى وإحنا يعني نقدم بالبرامج، وحتى بكل هاي الأمور تجي العواجل أول بأول، والمواضيع والأحداث وكل هذه الأمور. يعني من أنت حتى بالمباشر تجيك العواجل وتجيك كل الأخبار. يعني آخر عاجل هو انفجارات في بئر السبع عقب الرشقات الصاروخية باتجاه أراضينا المحتلة. هذه هي رشقة صاروخية الآن. نتنياهو يقطع خطابه بعد ورود أنباء عملية إطلاق النار في باب الساهرة بالقدس.
اللي يعجبني انه هو النتن النتنياهو، يعني هو نتن اجلكم الله. طبعا والاخبار كثيره وكثيره والعواجل، اصابه 2 من عناصر شرطه الاحتلال بعمليه اطلاق النار تجاه مركز شرطه الاحتلال في باب الساهره بالقدس. يعني عواجل، يعني كثير الكثير من الاخبار والكثير من العواجل اللي احنا ونقدم البرنامج هي تكون موجودة وراح نرفدكم بها اول باول. يعني المقاومة الفلسطينية المعركة مستمرة، الهجمات المدفعية لن تتوقف، هذه تصريحات رسمية من المقاومة الفلسطينية. العدوان برا سيدفعنا لتفعيل خيارات جديدة، هذه تصريحات يعني رسمية. كذلك ندعو قوى المقاومة وشباب شعبنا الثائرين إلى الاستنفار بكل الجبهات والدخول لطوفان الأقصى. أكيد الكثير من المواضيع والكثير من العواجل اللي موجودة ويانا، ويعني كل هذا شو اسمه موجود، والعواجل والأخبار زين وموجودة في يعني موضوع طوفان الأقصى. طبعا يعني هواي من الفيديوهات وهواي من الحالات اللي موجودة بصراحة زين. فعلى العموم احنا نقول يا اخوان، وراح يعني ابقيكم على تماس مباشر وهي كل ما يجري، احنا نقول اليوم نصرة القضية الفلسطينية هذا واجب شرعي علينا احنا بالبداية كإسلام وكعرب وكناس. قد ندعي، البعض يدعي بالعروبة وانه هو عربي وهو مطبع خانع جبان الى حكماء بعض الدول اللي ما شفنا واحد منهم ولو بالكذب استنكر. يا جبناء اليوم على فلسطين باشر عليكم، هذه هي رسالة إلى الدول، هذه هي رسالة إلى بعض الحكماء الدول العربية. كافي الخوف كاتلكم، كافي كافي هذا الجبن، ساندوا فلسطين، انصروا طوفان الأقصى، انصروا الشعب الفلسطيني. إلى متى هذا الخنوع؟ لا، وصلت مرحلة البعض منهم يروح يعني ينصر الكيان ويكون مع الكيان ضد الأخوة في فلسطين. هي هنا الكارثة، هنا المصيبة مع الأسف والله. طبعا احنا ننتظر مداخلة راح تكون موجودة ويانا في هذه الحلقة للحديث أكثر عن هذا الموضوع، وأكيد من راح تتأمن إن شاء الله راح يكون موجود. فإحنا نقول أنه إن شاء الله رب العالمين ينصر المقاومة الفلسطينية والأخوة في فلسطين ويصبرهم، والله يرحم الشهداء، والله يرحم الأبرياء اللي ماتوا واللي استشهدوا من الشعب الفلسطيني ومن المقاومة الفلسطينية. ولكن أرجع وأقول هي أجلكم الله القذارة أنه المقاومة الفلسطينية حربها مع الجيش والعساكر والمعسكرات والثكنات العسكرية، أما يعني جيش النتنياهو يروح للعوائل والأبرياء وغيرها من الأمور مع الأسف. يعني والله مع الأسف احنا نقولها. ما أعرف مخرجنا إذا جهز الضيف أو بعده حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. على العموم خلي نروح لموضوعنا الثاني، وبعدها من يكمل الضيف، من يجهز الضيف إن شاء الله نرجع نحكي بهذا الموضوع. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، فقرة فيس تو فيس، هو شاب عراقي أنهى حياته بإطلاق ناري
في محافظة صلاح الدين، يعني بين قوسين انتحر. انتحر ولكن السبب غريب عجيب. خلي نشوف التفاصيل ونشوف السبب اللي أدى إلى يعني إنهاء حياته. طبعا نرجع لهذا الموضوع بعد ما نسمع ضيفنا العزيز المحلل علي يحيى من لبنان. حياك الله أستاذ علي. نعم تسمعني أستاذ علي؟ طبعا الاتصال انقطع. خلي نكمل موضوعنا وبعدها نتواصل وياكم. شاب ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه بعد زواج حبيبته من رجل آخر في صلاح الدين. ولك الناس وين وانت وين؟ هسه انت رحت وانهيت حياتك على موضوع، ايش بيك؟ الناس وين؟ تعال شوف الدنيا. هسه لو رايح مستشهد، لو رايح مو تروح تنهي حياتك على مود والله حبيبتك تزوجت. انت بعدك بهاي العقلية؟ لا، والموضوع طبعا موضوع ترند مواقع التواصل اليوم، ترند الموضوع انا حياتي بسبب زواج حبيبتي. يا اخي والله كارثة. يعني هيك الانتحار سهل؟ هيك انت راح تواجه رب العالمين وتروح الى النار بموضوع اتفه ما يكون؟ والله ما اعرف، كارثة. خلينا نشوف التعليقات. ست أشواق أم القانونية تقول شنو معنى هذا التصرف؟ تفجأ أمك وأبوك على مود بنية راحت تزوجت واختارت غير شخص، وتلقيهم هسه حاجزين شهر العسل بماليزيا. والله يا ست أشواق يعني كلامك صحيح، رغم أنه تسخرين و الشيء الكثير، ولكن كلامك عين الصواب. هسه تلقيهم شهر العسل وهو راح نهى حياته. أمين يقول أظن أن من ينتحرون هم فئة ساخطة من خلو الحياة من المضمون، ولا يريدون تقبل المعاناة أو الخضوع إلى أي أحد، ولا يطمحوا أن يعيشوا سعداء، وبالعكس عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. على العموم أسأل الله أن يتغمده برحمته. أما ستار يقول على شنو رحت؟ روحت نفسك من وراء وحدة مو يمك، لو تحبك ما تزوجت وعافتك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حمد يقول الله يرحمه برحمته الواسعة. الله يعلم شنو كانت حالته النفسية وكمية الخذلان اللي عاشها. كل إنسان معرض لهذه الظروف. كونوا رحماء، رحماء يقول كونوا رحماء. محمد يقول صدق كذب، صدق كذب. من اللي تسوى تخسر حياتك والآخرة بسببها؟ لو ألف مجبورة هم من وقفت أمام القاضي تقدر تصارح على القاضي، إذا ما رايد اللي صار إلها هيك حتى ما قدرت تسوي، تروح أنت تسوي هيك شي بنفسك. مع الأسف والله مؤلم أن يخسر الإنسان نفسه من أجل شيء لا يستحق. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الثاني اللي هو موضوع الشاب اللي أقدم على الانتحار بسبب زواج حبيبته. ما أدري ايش أقول لك، بس يا أخوي الموضوع ترى غلط من الأخير. يعني منو يسوى على مود أنهي حياتي على موده؟ منو يسوى؟ أنت قل لي. هذا كان موضوعنا الثاني. موضوعنا الثالث والأخير في هذه الحلقة، عفوا في فقرة فيس تو فيس، هو موضوع رياضي بحت. منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم حاليا يعسكر في الأردن، واختتم تدريباته لهذا اليوم
مباراة ودية دولية يوم غد الجمعة في الساعة 6 مساء مع المنتخب القطري. منتخبنا شارك في هذه البطولة الرباعية اللي موجود بها مشارك بها كل من العراق والأردن البلد المضيف وقطر وإيران. منتخبنا راح يخوض أول مباراة يوم غد مع المنتخب القطري، وبعدها إذا فاز يلعب ويا الفايز من الأردن وإيران، وإذا خسر يلعب ويا الخسران من مباراة الأردن وإيران. هذه هي البطولة الرباعية الودية. خلينا نتعرف على كل التفاصيل والصور وأيضا المؤتمر الصحفي بالصفحة الرسمية للاتحاد العراقي لكرة القدم. المنتخب الوطني يختتم تدريباته قبل مواجهة نظيره القطري. اختتم المنتخب الوطني تحضيراته قبل مواجهة نظيره القطري يوم غد الجمعة في الساعة 6 مساء، وذلك بعد خوضه آخر بروفاته في ملعب البتراء صباح اليوم الخميس. وحضر التدريبات كل من عضو الاتحاد أحمد الموسى، وشارك فيها جميع اللاعبين 24، وبدأ واضحا أن الجميع في جاهزية تامة وعلى هبة الاستعداد لخوض مواجهة قطر ضمن منافسات البطولة الدولية الرباعية. وتركزت الحصة التدريبية على تطبيق الجوانب التكتيكية التي سبق أن تحدث عنها المدرب خيسوس كاساس في المحاضرة الصباحية التي عقدت صباح اليوم الخميس في مقر إقامة الوفد العراقي، حيث شملت تشخيص الأخطاء التي حدثت أثناء تدريبات الأمس المسائية ومعالجتها من خلال المادة الفلمية التي تم توثيقها من قبل أعضاء الجهاز الفني. من جهة أخرى يعقد في الساعة 3 المؤتمر الصحفي اللي ينعقد وأيضا راح يكون موجود. هذه صور من التدريبات. خيسوس كاساس المدرب الإسباني لمنتخبنا الوطني. خيسوس كاساس هذا هو مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم. علي الحمادي، ميرخاز دوسكي، فرانس بطرس، هؤلاء هم لاعبين المنتخب الوطني في الصورة. دانيلو السعيد وفرانس بطرس. دانيلو السعيد المنضم أو السعد، دانيلو السعد المنضم حديثا للمنتخب الوطني الوافد الجديد الذي ينشط في الدوري النرويجي. لديه إحصائية هائلة هذا اللاعب، لديه 10 أهداف في دوري هذا الموسم، والدوري شغال حاليا وفقط التوقف الدولي ويرجع يستمر. هذا الموهوب لديه 10 أهداف. دانيلو السعد هكذا اسمه، من أبوين أحدهما عراقي وأعتقد والدته من دولة تشيلي، يعني أليكسيس سانشيز، يعني فيدال، يعني هذول اللاعبين. جلال حسن حارس مرمى منتخبنا الوطني، سيد جلال كما يحلو لمحبيه تسميته. أحمد فرحان على قول الجمهور يا ابو القاذفه، وكذلك الصغير عمرا الكبير اداء وعطاء الموهوب علي حيدر المنضم حديثا للمنتخب الوطني اللي هو يعني الكل يتوقع له بمستقبل زاهر. كذلك الحال تحليل الوحده التدريبيه من الاعلى، تصوير وتحليل من قبل المحلل الفني الخاص بمنتخبنا الوطني. هذا هو علي حيدر، علي حيدر الموسوي، لاعب نادي ستوك سيتي الانجليزي، موهوب علي حيدر، ونتمنى له التوفيق في مشواره القادم. كذلك الحال اليوم بعد أكثر من ساعة كذلك المنتخب الأولمبي راح يجري
مباراة أيضا مع المنتخب المغربي الأولمبي في الساعة 10 من مساء هذا اليوم، مباراة ودية رسمية راح تكون موجودة. طبعا نرجع نستكمل موضوعنا قبل لا ناخذ اتصال هاتفي من الأستاذ علي يحيى من لبنان. حياك الله أستاذ علي. تحياتي لكم طبعا، تحياتي للمشاهدين، أهلا فيكم أستاذ علي. كنا نتحدث في الفقرة الأولى عن موضوع طوفان الأقصى، حدثنا عن آخر الأخبار، آخر المستجدات التي في جعبتك. يعني هلا مثل ما العالم عم بيتابع هذه المشهدية اللي يمكن لم نشهدها منذ عقود، بعض المشاهد من 48 ما شهدناها، مشاهد مكملة ل حرب اكتوبر 73. البعض اطلق على ما يحدث اليوم ميني اكتوبر. طبعا الخلافه، الخداع الاستراتيجي اللي بلش في يوم 7 اكتوبر واللي كانت هي من السمات التي لطالما استخدمتها قوات الاحتلال، اي الخداع الاستراتيجي اللي استخدمتها قوات الاحتلال بحرب 67 على سبيل المثال، يوم ما تم تدمير معظم المطارات العربيه بساعات قليلة. اليوم فصائل المقاومة العربية استخدمت هيدا التكتيك الخداع الاستراتيجي يلي سبق عملية تمويه كبرى كانت تقوم بها فصائل المقاومة بالضفة وبقطاع وبالمحيط، تمهيدا لما تمهيدا للحظة هذه العملية وتمهيدا للحظة السبت الأحمر. طبعا ما بعد 7 أكتوبر هناك اليوم غضب كبير او جرح كبير تعيشه دولة الاحتلال، وهي اليوم تتصرف انطلاقا من هذا الغضب ولدافع الانتقام. الامور مرشحه ل عفوا التدهور في الداخل الفلسطيني وايضا في الاقليم. نحن اليوم ايضا شفنا كان في هجمات جويه او هجمات تعرض لها مطار دمشق، ويبدو ان الامور مرشحه الى التصعيد. نتنياهو بيعتبر حاله انه هو قد نال موافقه معظم الدول الفاعله في العالم، نال بعض الذخائر، وايضا نال دعما متمثلا بمجيء حامله او حاملتي طائرات الى المنطقه. طبعا الحاملات لم تقدم ولن تؤخر، لان هذه الحاملات اقصى ما يمكن ان تقدمه هي طائرات اف 16 او 35، وهو ما تمتلكه دوله اسرائيل، وهو بالتالي دعم معنوي اكثر منه دعم فعلي. طبعا في استاذ لون... علي الاخوه في المقاومه الفلسطينيه اهدافهم واضحه، يعني اسرى للجيش الكيان الصهيوني، الضربات تكون لمعسكرات للجيش، لثكنات عسكرية. أما جيش الاحتلال يعني يقتل الأبرياء، يضرب المواطنين، الأطفال، النساء. تلاحظ الفرق اللي موجود في هذه الحرب؟ طبعا نحن اليوم أمام تربيات مختلفة، التربية السياسية والتربية الأخلاقية الإنسانية و تربية أخرى. بالمشهد الإنساني لا شك أنه في يبدو أن هناك فترة سماح أعطيت لدولة الاحتلال، مع أنه كان في هناك مطالبات من حتى إدارة بايدن لدولة الاحتلال بالالتزام بالقوانين الدولية. نتنياهو بغير الإجابة رحمه تميز بالقوانين الدولية التي التزمت فيها الليلة السحرة في العراق، وبالتالي يعني نحن مقبلون على مجازر كبرى لمحاولة الضغط على فصائل المقاومة لكي تنكسر فصائل المقاومة في قطاع غزة. عم نشوف تدمير ضخم، كان اليوم الإعلان عن أنه أكثر من تم قصف أكثر من 3200 هدف لحماس والجهاد وفصائل المقاومة في قطاع غزة، تم آلاف الأطنان، تم رمي آلاف الأطنان على القطاع في تدمير ممنهج. طبعا جزء من هذه الهجمات تستهدف
ما تقول عن هذول الاحتلال نعم وهو اهداف لاحقاء المقاومه في القطاع، لكن جزء من هذا القصف يطال ابراج ومباني واحياء مدنيه وبدليل المشاهد اللي نحن عم نشوفها. وطبعا دوله الاحتلال ايضا هي نجحت نعم لتقديم نفسها كضحيه في المجتمعات الاوروبيه والغربيه وبعض الدول العالميه، مستخدمه بعض المشاهد نعم التي نفذت عن احداث أستاذ علي، نعم. حدثني عن الموقف العربي. بعض الدول العربية كانت مناصرة ومساندة للأخوة في الشعب الفلسطيني، ولكن للأسف بعض الدول لم تكن لديها أي كلمة حول هذا الموضوع، ولا بمناصرة ولا مساندة ولا حتى استنكار لما يحصل في فلسطين. حدثني عن الموقف العربي. اليوم التعويل على الميدان، يعني عارف حركات المقاومه الشعبيه تعول على الميدان، وان كانت حركات المقاومه الشعبيه قد استفادت خلال الفتره الماضيه من شبكه المصالحات العربيه، شبكه المصالحات العربيه العربيه، شبكه المصالحات العربيه الايرانيه، شبكه المصالحات العربيه التركيه، طبعا المصالحات الثنائيه والثلاثيه الاقليميه، راحت فصائل المقاومه العربيه لانه هذه المجموعات كانت تستنزف جزء من امكانياتها بحروب اهليه، او كانت تستنزف بحروب اهليه عربيه. اليوم ارتاحت مجموعات المقاومه، وهذا الشعور بالراحه دفع بها لاختيار لحظه لتنفيذ ما حدث في 7 اكتوبر، لكن المواقف الرسميه العربيه يعني هي حمايه اوجه، بعضها يدعو الى تهدئه، بعضها هو مؤيد لحق الشعب الفلسطيني، وان كان ايضا في بعض التحفظات على بعض بنود اجتماع الجامعه العربيه، كان في اليوم تحفظات من العراق، من الجزائر، من تونس، من قطر وغيرها، على بعض البنود التي كان من الممكن سيارتها بشكل افضل، لكن نعم. فلنترك الامور للميدان وللمعول على الميدان. نعم. المحلل السياسي الأستاذ علي يحيى من لبنان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الوافية اللي انضميت لنا ووضحت لنا الكثير من الأمور. طبعا مشاهدين الكرام، هذا بعض من الأحداث وبعض من الكلام وما يجري حاليا في عملية طوفان الأقصى. خلي نعود ونستكمل موضوعنا الثالث في هذه الفقرة. طبعا المداخلة كانت حول الموضوع الأول ولكن بسبب التأخير. نستكمل موضوعنا الثالث والأخير في فقرة فيس تو فيس، اللي هو موضوع منتخبنا الوطني. في المؤتمر الصحفي سئل كاساس وكانت هذه إجاباته: البطولة الرباعية مهمة جدا بسبب تواجد منتخبات مهمة فيها، إضافة إلى أن موعدها شهر قبل بداية تصفيات كأس العالم، وتواجد منتخبات مهمة فيها. أبعدنا اللاعبين عن التصريحات من أجل التركيز داخل المستطيل الأخضر، يتم اختيار المجموعة المناسبة من اللاعبين للمنتخب، ونقوم وتحسين المفاهيم في الفريق حسب الخصم الذي نواجهه. لدي التشكيل الذي سأعتمده غدا، لكن لدي شك في لاعب واحد فقط ولا يعلم أحد التشكيلة. الاستقرار هو في طريقة اللعب وليس الإبقاء على اللاعبين. المنتخب يجب استدعاء اللاعبين الأنسب في تلك اللحظة. ماذا حقق العراق حينما كان يبقي على نفس اللاعبين لفترات طويلة؟ كأس آسيا، إسبانيا فازت بكأس العالم، هكذا كان يقول. ليس لنا أفضلية أمام قطر وهم مستعدون للمباراة، نشاهد جميع مباريات المحترفين مع أنديتهم، وأحيانا قد لا نستطيع استدعاء لاعبين جيدين بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين الجيدين من نفس المركز، لذا نحن نختار الأفضل في كل مرحلة. أنا سيء في توقعات المباريات، لكن أتوقع أن تكون المباريات ممتعة وأن نفوز في البطولة. سجاد يقول كل التوفيق إن شاء الله. مصطفى يقول خوش أسماء وموفقين. أما علي يقول كل التوفيق، والحمدان يقول يا رب الفوز المنتخبنا. آخر تعليق من سلمان يقول ما شاء الله منتخبنا صار منتخب، لا عاد كان نادي غير هو منتخب. هذا كان آخر تعليق بخصوص
آخر موضوع في فقرة فيس تو فيس. مشاهدين الكرام، فاصل قصير وفقرة الترند تيوب، خليكم ويانا، لا حد يروح بعيد. اهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة ترند تيوب. خلينا نشوف هذا الفيديو ونشوف الكيان الصهيوني الغاشم اللي يروح للعوائل ويروح للناس والأطفال. خلينا نشوف شنو يسوي بالمجمعات السكنية. يعني مثل ما تشوفون يعني مشاهد الدمار والقتال، وعبالك يعني شوف عبالك نهاية العالم. وين هذه بالمجمعات السكنية الأبرياء والمواطنين والأطفال والصغار والكبار، عكس ما تقوم به المقاومة الفلسطينية، تروح للجيش، تروح للمعسكر، تروح تأسر جندي. هذول هيك يسوون، لا يلتزمون بالقوانين الدولية أبدا. هكذا هي فلسطين حاليا، وبعض الدول العربية لم ينصر القضية حتى. هكذا هي فلسطين حاليا، هذه هي مشاهد الدمار من فلسطين العربية الإسلامية، هذا البلد العربي المسلم. هكذا مع الأسف هذا ما يحدث، وما يعمل الكيان الصهيوني الغاشم، والجميع من المنبطحين خليني أقول في سكوت وصمت تام. خليني أشوف التعليقات حول هذا الفيديو. أكيد يعني المشاهد هي مع الأسف. مهند يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. منة الله تقول خطية، الله يعينهم. أما حمزة يقول يا صاحب الزمان ادركنا. وعبد الله تقول يا وجعي عليك يا فلسطين، الله يرحم الأموات ويشافي المصابين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من مصعب الشرهاني. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو، الفيديو الأول اللي هو فيديو فلسطين. الفيديو اللي بعده هو في العراق، وحصل في اليومين اللي مضن، ولكن هذه المشاهد وكأنما نهاية العالم. لنشاهد العاصفة الترابية التي جاءت من غرب العراق. يا سبحان الله، شوف المساحة والارتفاع. هاي جتي من حديثة، مدري من رطبة، مدري من مين. شوف المسافة، شوف الارتفاع لهذه يعني مسافة كلش عالية. أنا عبالي هاي عبالك يعني عبالك مفبرك، عبالك يعني فيديو يعني من فيلم، ماكو مشتغلي بالكمبيوتر. وهذا حقيقة، هذا حقيقة. يعني النوب التقيت لك هسه، احنا بالشتاء، هسه احنا بالشتاء. هنا المشكلة انه هسه احنا في فصل الشتاء، راح دخلنا على فصل الشتاء. المفروض ما نشاهد هذه العواصف ولا نشاهد هذه الغبار، مفروض. يعني مثل ما تشوفون شلون ماكو ظلام، ما حد يقدر يباوع، ما حد يقدر يتمشى، ما حد. مشكلة هاي. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو. طبعا يقول هاشم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أما أبو سجاد يقول سبحان الله وبحمده، سبحان عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومدات كلماته، الحمد لله والشكر
على كل حال. أما سيد علي يقول تقتل الأمراض والبعوض اللي شمروا علينا. عمي لا أريدها تقتل البعوض ولا أريدها تقتل الأمراض بعد، ما أريدها لا تجيني. تشايفها إذا جتك شو تسوي بيك؟ شايفها لو لا؟ شايفها يا 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 سيد علي؟ البياتي يقول الظواهر المرعبة بكل أشكالها التي نراها اليوم بالعراق الجريح والدول العربية النائمة وباقي الدول العالم ما هي إلا تحذيرات رب العزة للبشر. والدول العالم وعلامات غضب الله الجبار علينا بسبب خروج الناس من طاعة الله تعالى وقلة الإيمان والمجاهرة بالمعاصي والفسوق والعصيان وكثرة الفساد وأكل مال الحرام وسفك الدماء والاعتداء على حقوق الناس والمتاجرة بها كما يفعلها سياسيين العالم اليوم ومنذ عقود من الزمن، ومنهم قادة ورؤساء العرب والعملاء الخونة والعراق خاصة، غير الذي يحدث اليوم من قتل وإجرام وإرهاب الثلاثة معا بحق الشعب الفلسطيني الجريح من قبل أعداء الله والإسلام والمسلمين والأوطان بني إسرائيل الأنقاس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فحطتني تعليقك، فحطني البياتي مصطفى العراقي، تعليقك فحطني أخوي والله، فحطني حيل. آخر تعليق من الحقوقي عمار يقول اللهم نسألك خيرها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت فيها. هذا كان آخر تعليق بخصوص آخر فيديو في حلقتنا لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، هذه كانت أبرز مواضيعنا وأحداثنا في هذه الفقرة. وصلنا إلى ختام حلقتنا، حتى نلتقيكم في الحلقة القادمة نقولكم في مال الله.